تمام يا بنات. طيب كمان عندنا الشهر ده الباليت دي بتاعت الاي شادو، فيها 6 درجات اي شادو، اخر 2 دول حواجب، درجتين للحواجب يعني، واحده فاتحه بني فاتح وبني غامق. انا معايا الدرجتين بتاعتها، حلوه جدا الواناتها، حلوه جدا. الواحده ب 154 جنيه. تعالوا نشوفهم مع بعض. اهي دي اول واحده، ودي تاني واحده. هقول لكم برده درجاتهم. دي اللي هي اسمها اسمها سموكي سموكي نود، تمام. دي السموكي نود اهي، سموكي نود بيجي معاها طبعا فرشه هنا كده عشان تحطي بيها، تمام، شايفينها. اخر درجتين دول بني فاتح وبني الغامق عشان الحواجب، ودي درجتها. الثانيه اسمها بلاشت باستل، اخرها او كودها 388814، برضو خطيره يا بنات. فيها درجات فاتحه شويه عن الثانيه اهي، فيها الموف الغامق وفيها البينك وفيها البنيات وفيها درجات للحواجب وفيها ابيض فوق لتحت الحواجب برضو. حلوه جدا، بصوا ده الابيض بتاعها، انا نسيت احط هنا فهحطه معاكم. بيدي رفعه للحواجب الابيض هنا، بصوا حلو قوي. فبرضو من الحاجات الجميله جدا يا بنات. سعرها 154 جنيه، تمام. طيب كمان موجود معانا الكريم الاساس ده، حلو قوي معايا منه، درجه اللايت بورسلين اهي، سعره تحفه، سعره 96 جنيه. كريم اساس ده حلو قوي، بيزيل لمعان البشره، بيمتص الزيوت الزيوت الزايده، بينعم الشوائب اللي في البشره، تغطيه متوسطه طبعا. بصوا طالما بيزيل لمعان البشره فهو هيناسب جدا جدا البشره الدهنيه، تمام. بصوا اهو دي درجه اللايت بورسلين، هحطها لكم على الاداه تشوفوها. بصوا اهي شايفينها درجه اللايت بورسلين، مش فاتحه درجاته، مش فاتحه قوي على فكره، درجاته حلوه اهي، شايفينها كده، دي اللايت بورسلين، تمام. طيب ايه كمان يا بنات، برضو البودر دي حلوه ب 123 جنيه، برضو يعني مناسبه قوي للطلبه اللي في الجامعه، الناس اللي لسه صغيره شويه، جميله جدا، تغطيتها حلوه مش وحشه، تمام. دي ب 123 جنيه. والايلاينر ده برضو حلوه قوي ب 84 جنيه. طيب الماسكارا الشهر ده لازم اجربها طبعا، الماسكارا الزرقاء دي اوم كلر منزله لنا ماسكارا جديده، الاسود والازرق، هجرب ان شاء الله الازرق. طبعا دي اسمها مالتي 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 ايه مالتي بلاش ماسكارا، هي دي بتدي كثافه اكتر، الفرشه دي اصلا بتدي كثافه اكتر، فدي كثافه. انت لو عايزه تقلي تقدري تقلي، عايزه خفيف تقدري تحطي اسود تيجي على الاطراف وتمشي بالازرق كده، فحلوه قوي. سعرها 84 جنيه، تمام. الكحل طبعا دوت حبيب قلبي، في منه درجات كتير، في منه الابيض والاسود ده الاون كلر، في منه البني الفاتح والغامق اللي هو اسمه موكا وروز جولد، في منه البلو والسافاير، وفي منه الجرين والتركويز. عندي منه درجتين دلوقتي اهم، هوريهم لكم حالا، ده الجرين والتركويز وده البلو، اوكي. بصوا كده معايا ده الجرين، بصوا احط ده الجرين والتركويز، خطير خطير يا بنات، حلوه قوي اهو، بصوا اهو شايفين، اهو شايفينهم كده، الجرين والتركويز، حلوه قوي 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 القلم ده، قوي فوق ما تتخيلوا، في العين جميل وبيبان قوي. تمام، ده سعره 65 جنيه، بتحط جوه العين كحل، فوق العين اي شادو، او تستعملي كايلاينر تحت العين تحت خط الرموش، حلو قوي. الازرق بقى اهو ناعم وكريمي وفي العين حلو قوي، بصوا استنى اهو ده الازرق، عارف ايه هقولها لكم هنا اهو، دي الدرجتين بتوع الازرق شايفينهم كده، حلوين قوي. حلو قوي وبيقعد يعني ما شاء الله، حجمه كويس، 1.5 جرام. كمان تطبيقه سهل قوي قوي في العين، تحفه تحفه تحفه، من الاقلام اللي بجد ارشحها لكم وبقوه. كمان ده ب 65 جنيه. الشهر ده بقى يا بنات نازل حاجة جديدة،
عندنا، وانا كنت حاجتين جداد كنت انا انا كياسمين كنت مستنيهم جدا، البرايمر، البرايمر اللي هو اللي هو مناسب اكتر للبشره الدهنيه، وكمان السبراي المثبت الميك اب كنت مستنيهم قوي 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 قوي. بصوا البرايمر نازل لنا منه 3 انواع، وده مثبت الميك اب، تمام؟ هما من زوان كلهم. البرايمر عندك نوع اللي هو الابيض ده، ده للناس اللي عايزة، الناس اللي هي شوية بشرتها دهنية، لانه بيمتص الدهون الزايدة اللي في البشرة، وكمان بيخفي يعني هيضيق معاكي المسام. فلو انت بشرة دهنية تقدري كمان، بصي هو كمان في شاي اخضر فبيقلل طبعا مظهر الزيوت واللمعان في البشرة، فده الابيض ده مناسب اكتر للبشرة الدهنية. البيتش ده، ان دكتور نيمين حتى النهاردة في اللايف كانت حطاه، فهي هو كانت حطاه هو لوحده، فهو بيدي جلو للبشرة، لمعة للبشرة، تقدري تحطيه قبل كريم الاساس او بعد كريم الاساس، يدي اضاءة او لوحده، تمام؟ اخر حاجة اللي هو الاخضر ده، الاخضر دوت، الاخضر ده بيوحد، او الناس اللي عندها احمرار في بشرتها بيوحد لون البشره، او بيخفي الاحمرارات، الاحمرار يعني الموجود في البشره، تمام؟ السبراي اي واحد من الثلاثه برايمر دول او الاساس المكياج دول ب 192 جنيه. الميك اب المثبت بقى بتاع الميك اب او الرزاز ده ب 138 جنيه، وحجمه كويس يعني، هو 45 ملي مش وحش، شفته النهارده في ايد دكتور نيرمين، فان شاء الله برضو هجيبه وهجربه وهقول لكم يعني رايي فيه. دي برضو من الحاجات الجديده اللي انا عجبتني جدا. كمان عندنا يا بنات الكوريكت كلر دول فظاع فظاع، عندي بقالهم شهرين وهوريهم لكم. كمان عندي الباودر وكريم الاساس ده هوريهم لكم، واحده اهي واحده اهي. بصوا دول اهم الاثنين، تمام؟ بصي يا ستي بتستعمليهم ازاي، او انا بستعملهم ازاي بعد ما بترطبي بشرتك. انت خلاص رطبتي وحطيتي البرايمر بتاعك، هتعملي ايه بقى؟ الاصفر ده بيداري الحاجات الغامقه قوي، يعني لو عندك هالات غامقه قوي، عندك نقط سمراء قوي، عارفين الاسمرارات الزياده يعني الغمقان الزياده، هو ده بي الاصفر ده بيداري. اللي هو اللي على البني ده بينفع تستعمليه ككونتور البني، اقول لكم بس عشان تشوفوا درجاتها بالظبط يعني ايه كلوز كده عليها. هي البني شويه ده تقدري تستعمليه ككونتور، او برده تداري بيه البقع السمراء. البيج ده بتحطيه فوقيهم، يعني بعد ما تحطيهم كده بتطبطبي بصباعك تقومي جايبه من البيج وحاطه فوقيهم عشان تساوي اللون مع لون البشره، تمام؟ طيب دي سعرها الواحده 177 جنيه، دي واحده. طب التانية بقى فيها ايه؟ التانية فيها الاخضر، الاخضر ده اهو ده بيداري الاحمرار، لو انت عندك حبوب حمراء، عندك اثار بقع، لا مش اثار بقع، عندك اي احمرارات في البشره، اي احمرارات الاخضر بيكنسل الاحمر، فالاخضر ده يكنسل لك اي حاجه لونها احمر، تمام؟ كمان البيج اللي جنب الاخضر ده اللي هو اللي على اورنج شويه، بصي اللي هو ده اللي على اورنج ده، ده برضو تقدري تداري بيه الهالات السمراء او البقع السمراء، يعني البقع سمراء تحطي اللي على اورنج، حاجات حمراء تحطي اللي على اخضر، في الاخر برضو بتحطي عليهم البيج، خلاص؟ البيج اللي هو ده اللي هو ده، خلاص؟ ده بالنسبه للكوركت كلر، من الحاجات الحلوه جدا جدا يا بنات، بصراحه لا غنى عنها، لان انت عشان لو الكريم الاساسي اللي هتحطيه مثلا تغطيه متوسطه او خفيفه، فوانت عندك اثار بقع، عندك احمرارات، عندك حبايه حمراء، عندك كل الكلام ده، لازم تكنسلي الحاجات دي الاول، تكنسليها بعد كده تقومي حاطه الحاجات، تقومي حاطه الفاونديشن بتاعك، فهيبقى شكله حلو، هيبان البشره شكلها حلو. طب الكريم الاساس ده كمان يا بنات اهو انا بستعمله، موجود الشهر ده ب 199.5، ده بيدي نهايه شبه مط، يعني غير لامع، مضاد للعرق، مقاوم للرطوبه، اوكي؟ حلو جدا يعني، انا بعشقه، بعشق الايفر لاستنج ده، سعره 199.5، تمام؟ الدرجه اللي عندي اللي هي اللي اسمها الساند وورم اعتقد، اللايت ساند وورم، لايت ساند وورم، عشان هي بس يعني بقاله فتره عندي اللايت ساند وورم، هي دي درجته، دي اخرها 84، الدرجه دي اخرها 84، تمام؟ بصي هوريها لكم على ايدي، احط فين تاني، مبقاش عندي مكان. بص اهي شايفينها الدرجه دي اهي، اسمها لايت ساند وورم، لو انت لوني او لوني يعني، حلوه قوي قوي الدرجه دي معايا قوي. ده بالنسبه لكريم الاساس ده، خطير خطير، جربوه على ضمانتي يعني بجد، حلوه قوي 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 ب 199.5، تمام؟
طيب ايه كمان يا بنات؟ الباودر. الناس اللي عايزه تشوف الباودر اهي عندي، عندي درجتين، اللايت واللايت بلس. الميديم مش عندي، هوريكم دي، دي درجه اللايت، درجه اللايت. وخدوا بالكم اللايت فاتحه جدا جدا، ما تجيبيهاش لو انت لوني. اللايت بلس حلوه قوي معايا، دي اللايت، بصوا اهي دي درجه اللايت اهي، شايفينها كده؟ بص بقى اللايت بلس حلوه قوي، اجمق منها شويه اهي، شايفين؟ هحطهم لكم جنب بعض، اقول لك برده بتستخدميها في ايه. دي اللايت ودي اللايت بلس، بس شايفينهم اللايت واللايت بلس. لو انت بيضه قوي خد اللايت، لو انت لوني كده خد اللايت بلس. بستعملها في ايه؟ بعد ما بحط كريم الاساس، لو مش عندي لوس باودر بقوم فاتحاها كده وباخد بالبرش اللي هي المنفوشه قوي وبوزع عشان اثبت كريم الاساس. اي حاجه كريمي بتحطيها على بشرتك لازم تثبتيها بباودر، تمام؟ طيب ممكن هتثبتي بيها ايه كريم الاساس؟ لو مفيش لوس باودر، في لوس باودر استعمليها. طيب لازم تبقى في شنطتك وانت خارجه، يعني مثلا انا لو انا خارجه وفوقت تعرقي او المناطق دي كده مثلا تعرق عندك، او هنا المناطق الدهنيه تعرق كده عندك، تقومي انت بقوم تقومي واخده كده بالسبونجه دي كده كده وتطبطبي، بتطبطبي فبتمتص العرق والدهون وبتظبط الدنيا، بتظبط الدنيا بجد. فبتبقى مهمه جدا في شنطتك اي كومباكت باودر يعني زي كده وانت خارجه، بتفرق جدا جدا في تظبيط الميك اب يعني. اوكي دي سعرها 199.5، تمام. طيب يا بنات ايه كمان؟ تعالوا كمان مع بعض البالتة الحواجب العالمية بتاعتنا والمحدد العين، برضو من الحاجات الحلوة جدا جدا جدا. البالتة اهي ومحدد العين اهو، تمام. البالتة دي اهي حلوة قوي قوي يا بنات، بصوا هي فيها ثلاث درجات، بني غامق وبني فاتح والشمع الواكس ده. اوكي ومعاها كمان، معاها كمان فرشتين، بصوا اهي فرشة بيضة وفرشة ايه، شايفينها؟ فرشة بيضة وفرشة سمراء. البيضة دي للوكس، السمراء للايه، للالوان. تقدري بقى تعملي ايه؟ تاخدي البني الفاتح لوحده، تمام، او البني الغامق لوحده، او تعملي ميكس بين الاتنين كده بالفرشة، تمام. وتبدأي دايما ابدأي من ورا سرحي من ورا، بعد كده املي باللي باقي في، باللي باقي في البرش املي الايه اللي قدام، باللي باقي املي اللي قدام، تمام. طيب حلوه جدا. بعد ما تخلصيه بالواكس ده تقدري تمشي تثبتي، يثبت اللون، بيثبت معاكي اللون لاطول فتره ممكنه. فبرده البالت دي من الحاجات الحلوه قوي 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 يا بنات، ب 185 جنيه الشهر ده، تمام. كمان